ولا ليلة من زواجي لحتى اليوم، لأني كنت عم دور عليك وكان لازم دور، وإجا اليوم ولقيتك فيه. وهلأ رح تشوف الزوج كيف رح ينتقم لدموع مرته المظلومة. شوف كيف رح يكون. وشغلة تانية كمان، أنت يلي خليت بابا بليلة عرسي يشرب كحول ليصير في مشكلة بالحفلة. ما نسيت هذا الشيء أبداً. كنت عم تتصرف براحتك كل يلي بدك إياه لحد اليوم، ومو سائل على شيء، ولساتك كنت متخبي لليوم. بس مو بعد هلأ، مو بعد هذا اليوم. رح أكشفك وأفضحك قدام كل عيلة جانا. استنى وشوف شو يلي رح أعمله فيك، وتأكد. رح ورجي كل الناس كيف الناس يلي بيعيشوا ببيوت كبيرة مثلكن بيفكروا بوساخة مثلكن. أو خلصت محاضرات هلا؟ ارتحت يعني هلا؟ يلا احمل حالك وطلع من هون. جاي تهددني كمان؟ بتعرف شو هاي المشكلة؟ المشكلة إنه ما فيني أضربك لأنه بتوسخوا إيدي إذا بمدن على حدا مثلك، وأنا ما بحب وسخ إيدي أبداً. لولا هيك ما كنت قدرت إني أسمع كلامك. طا يلا أنا طالع. أنا رح أطلع، بس خليكم متذكرين شغلة وحدة كتير منيح. بوعدك بوقت قريب كتير رح تتعاقب على اللي عملته. عملت؟ شو هذا اللي قلت له اياه؟ مبين ما رح يتركنا. ماما لا تخافي، ما بيقدر يأذينا بشي، انت لا تقلقي. انا جوعان، بدي اكل شي. ماما طبختي القرع مع الكاري مو؟ ماما حطي لي صحن منه. نشف ريقي وانا عم اسمع حكي مازن. واحد تافه. صحيح مرة سمعت انه العقرب بيقتل حاله، ما هيك؟ لا خلينا نتغدى بسرعة. لازم خبر مانو بالشي اللي صار. ما بعرف شو لسه بده يصير هلا. مازن دشمور، هلا صارت حلوة سلاية. مرت أخي؟ نعم. وين محطوط فستاني الأزرق؟ المفروض يكون بخزانتك. طيب ماشي. مرت أخي؟ إيه. ماما ما قالت لك انه جريج مهديك جاي لعنا لهون اليوم؟ جريج مهديك؟ لك ايه، هذا صاحب الكراج اللي بيشتغل فيه مازن. بس بتعرفي شو؟ هو كتير لطيف وبيحب اخي مازن وبيعامله مثل كانه ابنه بالحقيقه. بتذكر اني قابلت هالشخص بيوم العرس، تعرفت عليه بهداك اليوم. كتير منيح، شي حلو انك طلعتي بتعرفي. طيب في شغله تانية بدي لك اياها. هو ما رح يجي لحاله، رح يجيب معه بنته كمان، وقالوا لي انه بنته كتير كتير حبابه، كانت عم تدرس لحالها ببيت الطلاب، باخر 5 سنين خلصت دراسه واليوم راجعه. مرت اخي المفروض انه نحن وياكي لازم نجهز لهم يعني اطيب اكل، او شو رايك انت؟ اكيد انا رح اطبخ، رح اطبخ اكل مو بس طيب، ورح ياكلوا اصابعهم ورا، مشان وقت يروحوا من عنا يتذكروا كل شيء وما يقدروا ينسوه ابدا. مرت اخي فيني اقول لك شغله؟ اكيد. عن جد اخي واحد كثير محظوظ. ليش؟ لانه الله بعت له مره هيك مثله، ما بتهتم بس فيه وبتهتم بكل عيلته الكبيره كمان. شو؟ ماما لك شو عم تقولي انت؟ مازن عرف بكل شيء؟ ماما معقول؟ شو رح يصير هلا؟ ماما الله يوفقك، اعملي شيء، فكري بشي قصة. بشو بدي فكر؟ شو شايفتيني آلة أو كمبيوتر يعني؟ تكبسي الزر بعطيكي الجواب فورا؟ علي ما عم يشتغل أبدا ولا بشي. بتعرفي شو هي؟ أكبر مشكلة عندي هلا؟ ولادي الاثنين
جهة انت قليلة المسؤولية، ومن جهة اجيت يلي بيتصرف بدون ما يفكر شو نتيجة تصرفه. شو كان في داعي انه يرجع يعلق مع مازن ويعمل مشكلة؟ يعني مثل كأنه هو عم يشتري المشاكل لحاله. بس ماما هو يعني مشاكله ما رح تأذي لحاله، رح تأذيني انا كمان. كيف؟ انا قصدي يعني ماما اجيت وتصرفاته رح يدمر كل شيء ورح يدمرني معه. ماما اذا زوجي عارف بهالشي هلا برجع بحكي. مرحبا مانو، بكره بس ترجع من المكتب بدنا نروح لعند مازن. فينود انا بصراحه كيف يعني انا شو عم تحكي انت؟ ما عم بفهم عليك شيء ابدا. فينود هن عزمونا يعني؟ ايه عزمونا، عزموا الكل كمان. بس انا فينود ليكي مانو، ما بدي ولا حجة هالمرة. بس فينود اسمعني شوي بس. نعم شوفي، كل مرة بتعملي نفس القصة، انت بنت هذا البيت بس دائما لازم ذكرك. يعني هالمرة بدك تروحي لو شو ما كان. لا بقى تناقشيني، بدنا نروح لعندهم بكرة وما بدي اسمع منك شي. بس فينود انا شو اللي فينود انا شو ذنبي يعني؟ ذنبك؟ ليش بشو عم بقلك انه ذنبك؟ ليكي مانو، اذا انت ما رحتي على الحفلة معي عائلة مازن شو بدهم يفكروا؟ حفلة؟ ايه عائلة مازن عاملين حفلة وعزيمة صغيرة ودقوا خبرونا على التليفون اليوم. شو قالوا لما دقوا لك؟ مين يلي دق لك؟ مين بده يكون يعني؟ على فكرة نحن رايحين بكرة بنحكي بباقي القصص هنيك، بس تذكري ترجعي بكير يعني مشان نطلع من هون سوا. ماشي، أنا هيك كنت عم أسأل عادي. بس الحمد لله يا رب، هذا يعني إنه مازن لسه ما حكي شي، بس إذا مو اليوم بكرة أكيد رح يحكي. شو رح يصير وقتها؟ دخيلك يا ربي، من وين اجتني هالمصيبة هلا؟ ناقصني مصايب يعني أنا؟ كل يوم في مشكلة وفي قصة جديدة. يا ربي ساعدني بهالمصيبة كمان. أجيد لازم يتعاقب على أخطائه كلها، هذا شيء أكيد، بس ما فيني روح فورا على قسم الشرطة وأقدم شكوى ضده بهالسرعة، لأنه هي القصة متعلقة بجانا وبكل عيلته كمان. بس للأسف أجيد هو جزء من العيلة، ولما بيعرفوا شو الوساخة يلي عاملها رح ينصدموا كتير. لهيك لازم كون حكيم، لازم احكي مع جانا ولازم احكي مع كل عيلتها كمان بالقصة، وبس آخد منهم الموافقة بعرف كيف رح علموا الدرس. جانا أهلين، شو إجيت؟ أصلاً كنت ناطرتك. ليش؟ يعني أنا قصدي صاير شي؟ أنت بتعرف أني اليوم أنا كنت صايمة؟ كان بدي وقف صيامي مشان ناكل سوا، بس تيجي بلا ما تاكل لحالك. ليش عم تبكي؟ صاير شي؟ شو؟ حدا حاكاكي شي؟ جانا بتعرفيني ما بقدر شوف الدمعة بعيونك. لا تشغل بالك، الدموع بينزلوا بالحزن وبالفرح كمان. مازن بتعرف شي؟ أنا بلشت صوم من أنا وصغيرة وعمري كان 10 سنين، بس اليوم
الله عوضني عن كل شي بوجودك جنبي. ماما كانت دايما تتمنى تزوجني لشاب يكون غني ومثقف كمان، تكون عيلته غنية وكلهم مثقفين مثله.